السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة المشاهدين والأخوات الفاضلات. في هذا الفيديو الجديد حنتكلم إن شاء الله معنا في هذا الفيديو عن فوائد عشبة إكليل الجبل للشعر. نقول أن عشبة إكليل الجبل من الأعشاب المعمرة ولها رائحة عطرية مميزة، وتدخل في إعداد العديد من المأكولات لإضافة نكهة لذيذة، فهي تحتوي على مواد مضادة للأكسدة وبعض المعادن والفيتامينات، كما أنها ذات فائدة كبيرة لجسم الإنسان، حيث إنها تستخدم لتحسين الذاكرة والحد من مرض الزهايمر، لما لها من دور كبير في تغذية خلايا المخ، وتعالج السعال والالتهابات الصدرية، وتعتبر من أهم الأعشاب المدرة للبول، وتعمل أيضا على منع تكون الأورام السرطانية في الجسم. ومن ناحية جمالية فهي ذات أثر فعال على البشرة والشعر. الفائدة الأولى إعطاء الشعر لمعانا وبريقا، وخاصة للشعر الأسود، وذلك بوضع خل إكليل الجبل على الشعر مباشرة قبل الاستحمام بعشر دقائق. 2- إطالة الشعر وزيادة نمو الشعرة، وذلك لأن شاي عشبة إكليل الجبل يغذي البصيلات فيحفز الدورة الدموية، وبالتالي يصبح نمو الشعر أسرع، ويتم ذلك بتناول كوب من عشبة إكليل الجبل مرتين يوميا. 3- علاج مشكلة القشرة، وذلك بوضع خل إكليل الجبل على فروة الرأس لمدة 5 دقائق قبل الاستحمام. أربعة، لعلاج تساقط الشعر، يتم ذلك بدهن زيت عشبة إكليل الجبل على فروة الرأس لمدة 1/4 ساعة قبل الاستحمام، لأن زيت إكليل الجبل يغذي الشعر كاملة فيمنع تساقطها. 5- إعطاء رائحة عطرية للشعر، إن عشبة إكليل الجبل معروفة برائحتها العطرة التي تتركها على الشعر. 6- ترطيب الشعر، حيث إنه لعشبة إكليل الجبل أثر على الشعر كالبلسم، حيث إنها تجعله مثل الحرير، ويتم ذلك بدهن زيت عشبة إكليل الجبل على الشعر من أعلى إلى أسفل، أي يتم التركيز على الشعر لا على فروة الرأس. كيف يمكن أن نصنع خل عشبة إكليل الجبل؟ 1- خل عشبة إكليل الجبل يكون عن طريق ما يلي: تنقع ملعقة كبيرة من عشبة إكليل الجبل في لتر خل التفاح لمدة 2 أسبوع، وبعد مرور 2 أسبوع يصفى الخليط ويخزن في عبوة محكمة الإغلاق لاستخدامها للشعر على فترات. 2- شاي عشبة إكليل الجبل، تنقع 4 ملاعق من عشبة إكليل الجبل في كوب ماء مغلي وتترك 10 دقائق، وبعدها تصفى ويتم شربها. 3- زيت عشبة إكليل الجبل، يتم استخراجه بطريقة العصر والتقطير، ويتم شراؤه جاهزا من الأسواق. شكرا لكم على حسن المشاهدة.